السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are five cousins. أحمد، مريم، علي، حنان، محمد. The orphan children in the video you are about to see made us feel very sad. شو عم تعمل عمو؟ نقى خبز. العالم بطرانة مركب الخبز هون. لك قديش طلعنا واشتعل فيه بالأرض. بدل العالم بتعطي لحدا بتكبن. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات اللي فاتت للناس. وانتو ما استلمتوا شي؟ لا. لو استلمنا شي في عنا أكل ما كنا نجيله لهون لنقل الخبز ونأكله. من وين انتو؟ احنا من الحجر. كل عمل هدنة الا الحجر ما عملت هدنة. وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا اخي عم يلم معي خبز. لكن نحطه مع الشوربة من عندنا. كيف عايشين انتو؟ عايشين بس على شوربة المي، على شوربة البهارات، على بهارات الاندومي والماجي. قد ايش صلكن على هالوضع؟ انا فترة على الوضع. Their situation was so upsetting. We decided to make a difference to orphans' lives. So we pledge to learn all the 99 names of Allah, to raise money for children like them. Please sponsor us to make a difference to these children's lives and gain lots of reward. Are we just going to sit back and watch? Donate now and make a difference.